الجلود كانت وما زالت تمثل جانبا هاما في حياة الإنسان، حيث تمكن من استخدامها في كل ما يحتاج في حياته. من الجلود صنع الحذاء والكساء، ومن الجلود صنع الوعاء والإناء والسعن والدلو. في صبيحة كل يوم يتوجه الدباغ إلى المقصبة حيث تذبح الأغنام والأبقار، فيحضر كمية من جلودها مستعينا بحماره. يقوم الدباغ بتفريغ الحمولة من الجلود فيضعها في مكان خصصه في بيته. ويبدأ عملية فرز الجلود. الجلود السليمة الخالية من الثقوب أو العيوب توضع في مكان معين، أما الجلود التي بها ثقوب أو مقطعة اليد أو الرقبة أو ما يطلق عليها الجلود المضروبة فيضع عليها كمية من الملح ويبقى الملح فيه 5 أيام. بعد ذلك يقوم بنشر الجلد تحت أشعة الشمس ويبقى على هذا الحال مدة 3 أيام لكي يجف الجلد جيدا. هذه الجلود تصلح لاستخدامات متعددة كالجلوس عليها أو لصناعة بعض أنواع الأحذية منها. ويبدأ دابغ الجلود بمعالجة الجلود، وتكون أولى المراحل التي تسبق الدباغة هي تحضير منقوع التمر، وذلك من خلال وضع التمر أو ما يسمى بالسح داخل إناء به ماء وملح. يقوم بوضع مجموعة من الجلود داخل الإناء المملوء بمنقوع التمر، وبعد تقليبها جيدا تترك الجلود بالمنقوع 5 أيام. فالتمر المذاب بالماء والملح فعال في إزالة الشعر عن الجلد. فما إن تنتهي المدة المحددة من نقع الجلود بمنقوع التمر والملح والماء حتى نلاحظ سهولة إزالة الشعر بشكل فعال. وباستخدام المدية أو السكين يبدأ الدباغ بإزالة الشعر أو ما يسمى بحلج الشعر وإزالته عن الجلد. ويلحظ الدباغ أن مفعول منقوع التمر فعال، فما إن يلمس بمديته الشعر حتى يزول بكل سهولة. يواصل إزالة الشعر عن الجلد بشكل كلي حتى يتأكد من أن الجلد قد أصبح نظيفا ومهيئا للمرحلة التالية، وهي مرحلة دباغة الجلود. ولدباغة الجلود يستخدم الدباغ ثمار شجرة القرط، وهذه الشجرة تنبت في البراري في عدة مناطق من عمان، وهي شجرة ضخمة وثمارها تشبه ثمار الفول، إلا أن حبات القرط أصغر منها بكثير. تجفف ثمار القرط جيدا، وما إن تجف حتى يقوم بدقها بمدق خشبي كبير
لكي تصبح الثمار وقشورها ناعمة وجاهزة للدباغة. يقوم بإحضار إناء فيضع فيه الماء والملح، ثم يحرك الماء حتى يذوب الملح جيدا. يضع الجلد داخل الإناء المملوء بالخليط ويحركه جيدا لكي يتشرب الجلد مادة المحلول. بعدها يضيف مسحوق ثمار القرط داخل الجلد الموجود في الإناء الذي يحتوي على الماء والملح. يحمل الدباغ الجلد من طرفيه ويقوم بخض الجلد بما فيه من مسحوق ثمار القرط جيدا عدة مرات، يتأكد من خلالها من أن الدباغ قد تخلل الجلد جيدا. تترك الجلود في منقوع الدباغة من يومين إلى 3 أيام داخل الإناء من أجل أن تتشرب الجلود الدباغة بشكل فعال. بعد مضي الأيام 3 يتيقن الدباغ بأن الدباغة قد أحدثت مفعولها بالجلد، وأن الجلد سيكون جيدا ومتينا، لأن نقعه بالدباغ والماء والملح كفيل بالقضاء على البكتيريا، لأن استمرار تواجدها بالجلد سيؤدي إلى تعفن الجلد وتآكله وبالتالي عدم صلاحيته. يخرج الجلود من الإناء الواحد تلو الآخر، يعصره بيده قليلا، ثم يبدأ بطرقه على قطعة خشب موضوعة على الأرض. يهدف الدباغ من هذا الطرق تنظيف الجلد مما علق به من ثمار القرط. يكرر هذه العملية عدة مرات لكل جلد من الجلود المنقوعة بالإناء المملوء بالدباغ. ينشر الدباغ الجلود المدبوغة تحت أشعة الشمس لتصبح طيعة بين يديه، فيصنع منها محزما أو نعالا أو سرجا لجواد أو غمدا لخنجر أو سيف أو قربة ماء أو سعنا جلديا. فبوركت الأيدي التي تنتج وتصنع.